أهلا بكم وإلى عناوين الظهيرة. الجيش السوري يتقدم في عمق البادية، ووسائل إعلام تكشف عن نشر واشنطن صواريخ بعيدة المدى جنوب سوريا. القوات العراقية تحبط هجوما كبيرا لداعش جنوب الموصل وتستهدف مواقع التنظيم في الشفاء. لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري توافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واحتجاجات رافضة لذلك. إعلان الجبير استعداد السعودية للتقديم الإغاثة للدوحة يستفز القطريين، ووسائل إعلام قطرية تدعوه إلى الخجل. مشروع قانون جديد للانتخابات في لبنان، وزير الإعلام يعلن أنها ستجري في 6 أيار مايو المقبل. مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات بحريق هائل التهم برجا سكنيا غربي لندن. حرر الجيش السوري وحلفائه حقل أراك النفطي شمال شرقي مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، وذلك بعمق 3 كيلومترات في البادية السورية. وقد قام مسلحو التنظيم قبيل هروبهم بتدمير المحطة وتفجير الآبار، ووفق مصدر عسكري سوري فإن مسلحي داعش حاولوا استعادة المنطقة التي دحروا منها وتكبدوا فيها خسائر كبيرة. هذا وسيتمكن الجيش السوري بعد تحرير أراك من التقدم نحو السخنة، آخر معاقل لداعش بريف حمص الشرقي. هذا يطلع الطريق وبرجع لعند وجه. ايه وجه عسل اذا بيعرف يضبط على الدور. وفي الرقة قتل عشرات المسلحين من داعش باستهداف الطائرات الحربية السورية اليوم ارتال التنظيم في ريف الرقة وريف مدينة حلب الشرقي. هذا واستعاد الجيش السوري السيطرة على 8 قرى جديدة في ريف الرقة الغربي، ووصل إلى طريق أثري الرقة. وقد وزع الإعلام الحربي مشاهد المعارك التي يخوضها الجيش وحلفائه عند الحدود الإدارية للرقة. رئيس اللجنة المستقلة للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا باولو بينيرو قال إن تكثيف الضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في منطقة الرقة أدى إلى مقتل مدنيين وترحيل 160,000 شخص قسريا. أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين أن نحو 500,000 شخص في محافظة الرقة بحاجة للمساعدة، وأن نحو 100,000 شخص شردوا من المحافظة خلال الشهر الماضي. الناطق باسم المفوضية قال في جنيف إن وكالات الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني ينسقون الجهود على الأرض لاحتواء تداعيات معركة الرقة على المدنيين. الفارون من القتال يتخذون مأوى في مواقع عدة، وبعضهم نزح مرات عديدة وفترات طويلة. عشرات الآلاف يمرون عبر المخيمات وينتقلون إلى مناطق أخرى أو يعودون إلى أماكنهم الأصلية. مستوى المساعدات الإنسانية يختلف من موقع إلى آخر لأسباب أمنية ولوجستية. خلال أسبوع واحد في آخر أيار مايو الماضي وصل 9,000 شخص إلى مخيم عين عيسى شمال الرقة، وأحيانا يصل المخيم ويغادره 1,000 شخص يوميا. كشفت قناة CNN الأمريكية معلومات تفيد بأن الجيش الأمريكي نقل عددا من المدافع الثقيلة من الأردن إلى المعسكر في التنف الحدودي بين العراق وسوريا والأردن، فيما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش التحالف الأمريكي باستخدام مادة الفوسفور الأبيض في عملياتها في العراق وسوريا. مصدران والتفاصيل.
للمرة الأولى تنقل القوات الأمريكية الموجودة في الأردن سلاح مدفعيتها الثقيلة المعروفة باسمه مارس إلى المعسكر التدريبي للتحالف الأمريكي قرب قاعدة التنف على مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية. شبكة CNN الأمريكية التي كشفت الأمر عرضت في تقرير مصور الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة، وقالت إن تثبيت نظام هيمارس الأمريكي قرب التنف يعطي دعما إضافيا للقوة القتالية الأمريكية في سوريا والعراق، ولا سيما بعد الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات التحالف الأمريكي ضد مواقع للجيش السوري في المنطقة. الضوء الأخضر الأمريكي بنشر منظومة المدفعية الثقيلة في سوريا التي يبلغ مداها نحو 300 كيلومتر جاء ترجمة ميدانية لتصريحات وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن الغارات الأمريكية على قوات الجيش السوري كانت دفاعا عن النفس. الضربات التي استهدفت قوات موالية للأسد في سوريا في الأسابيع الماضية كانت دفاعا عن النفس، والولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتها في سوريا. في غضون ذلك اتهمت منظمة Human Rights Watch قوات التحالف الأمريكي باستخدام مادة الفسفور الأبيض في عملياتها في العراق وسوريا، وقالت المنظمة في تقرير لها إن ذلك يثير أسئلة خطيرة بشأن حماية المدنيين، ويؤكد الحاجة الملحة للدول إلى تعزيز القانون الدولي بشأن منع استخدام الأسلحة الحارقة ضد الأهداف المدنية والعسكرية. ومعنا من العاصمة السورية دمشق مراسل الميادين محمد الخضر. محمد أهلا بك. هذا التحرير بالمعركة في البادية هو جزء من هذه المعركة الكبرى، أهميته وماذا عن دلالاته أيضا؟ في الواقع سلمى هو مهم للغاية، حقل الأراك النفطي الذي استعادته وحدات الجيش السوري والمنطقة المحيطة بالأحرى هو أساسا له قيمة اقتصادية. هناك كان يعني منشأ أو مجمع كبير لتجميع الغاز من كل هذه المنطقة ونقلها إلى غرب حمص. كل هذه الثروة الغازية السورية التي كانت في تلك المنطقة في أراك أو في جحار أو شاعر في كل هذه المنطقة يعني شرق حمص كانت تشكل 45% من إنتاج الغاز في سوريا. هذا بالمعنى الاقتصادي. بطبيعة الحال هو يحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة إصلاح على اعتبار أن داعش دوما ما يدمر ويحرق كل المنشآت الاقتصادية السورية قبل اندحاره أو انسحابه أو إجباره على الهروب من تلك المواقع. الجانب الثاني وهو مهم وعسكري وملح حاليا أن الوصول إلى هذه النقطة، نقطة أراك، هي محطة للوصول إلى السخنة. المسافة بين تدمر والسخنة حوالي 70 كيلومترا تقريبا، أراك في منتصف هذه المسافة، والسخنة هي موقع كبير وازدادت أهميته بالنسبة لمسلحي داعش بعد تقهقره من مناطق واسعة وخصوصا من الرقة ومن مسكنة ومن الباب ودير حافر. في كل تلك المعارك أصبح للسخنة موقع مهم جدا لمسلحي داعش، وهي نقطة ربط بين ثلاث محافظات على الأقل، هي محافظة حمص ودير الزور والرقة، عقدة مواصلات أساسية. لذلك هي نقطة أساسية يسعى الجيش السوري في عملية العسكرية للوصول إليها في مرحلة لاحقة بعد استعادة منطقة أراك. محمد الخضر مراسل الميادين كنت معنا من العاصمة السورية دمشق، شكرا جزيلا لك. أحبطت القوات العراقية هجوما واسعا لداعش جنوب الموصل القديمة، كان يهدف لاستعادة حي الدندان والدواسة وفق مراسلنا. وفي موازاة ذلك يستهدف سلاح الجو العراقي مواقع لداعش بحي الشفاء ضمن ضفاف دجلة شمال شرق الموصل القديمة، فيما تقصف المدفعية مواقع لداعش في محور حي الشفاء بأيمن الموصل. عبد الله بدران من الزنجيلي وتحديدا من مشارف حي الشفاء ينضم الينا من هنا. عبد الله بدران اهلا بك، اين اصبحت المعارك الان على الارض في حي الشفاء تحديدا؟ نعم سلمى، العمليات هي ما بعد المجموعة الطبية. القوات العراقية تأكد وفق معلومات استخبارية أيضا أن هناك عائلات، حيث ترصد كاميرا الميادين هذه المجموعة الطبية، وهناك أيضا عائلات في عدد من المساجد التي تقع ضمن خطوط الاشتباك والمواجهة بين قوات الرد السريع وقوات بغاوير النخبة في الشرطة الاتحادية وما بين مسلحي داعش. أعمدة الدخان لا تزال تتصاعد في محيط المجموعة الطبية. القوات العراقية من الواضح وكما رصدت الميادين منذ أن اندفعت في معاركها لاستعادة المجموعة الطبية فإنها
لم تطلب تنفيذ ضربة جوية في هذه المجموعة الطبية، والسبب تأكد قبل قليل الميادين بسبب وجود العائلات والمدنيين الذين هم شبه محاصرين داخل هذه المجموعة الطبية في طوابقها السفلى، فيما يخوض مسلحو داعش الاشتباكات من الطوابق العليا. ولذلك كانت القوات العراقية حريصة على أن تديم اشتباكها وتقدمها بغطاء سلاحها الناري بالرشاش الثقيل، فيما ركزت ضرباتها الجوية في محيط المجموعة الطبية وعند خطوط إمداد ما بين شارع الشفاء الرئيسي باتجاه الموصل القديمة وما بين مثلث الشفاء الزنجيلي الموصل القديمة. القوات العراقية نفذت أيضا نفذت ضربات عبر الإسناد الصاروخي والمدفعي لقوات الرد السريع، استهدفت أيضا مفارز الحركة لمسلحي داعش، هذه المفارز مهمتها المشاغلة عند خواصر القوات الأمنية العراقية، فيما لا تزال عمليات مستمرة في الجزء الجنوبي من الموصل القديمة في استهداف مسلحي داعش الذين حاولوا اليوم فتح ثغرة بعدما تمكن عدد من مسلحي التنظيم من التسلل باتجاه الدندان والدواسة جنوب المدينة القديمة، حاولوا فتح ثغرة باتجاه القوات الأمنية العراقية وإدامة احتلالهم لهذه المنطقة المحررة. أصلا تمكنت القوات العراقية من تدارك الوضع الميداني في جنوب المدينة القديمة، كذلك كشف للقوات العراقية عديد من هاجم من مسلحي داعش، وبالتالي في جزء وفي جانب من هذا الهجوم كشف لأعداد مسلحي التنظيم الذين يتواجدون في باب الطوب وباب جديد، وبالتالي الغطاء الحربي الغطاء الجوي الذي هو الآن أيضا في سماء العمليات يجوب سماء العمليات، نفذ عدة ضربات قطع بها الخط ما بين الكورنيش وسوق خرج في جنوب المدينة القديمة. أبقت مدفعية الشرطة الاتحادية الضغط على مسلحي داعش. نعم هذه هي رشقات الطيران، طيران الجيش العراقي باتجاه مواقع مسلحي التنظيم جنوب المدينة القديمة، فيما لا تزال قوات الرد السريع التي اندفعت برتلها الشمالي لاستعادة المجموعة الطبية وقوات مغاوير النخبة برتلها الجنوبي لاستعادة ذات المنطقة التي هي عبارة عن بنية تحتية مهمة للقوات العراقية، تحاول استعادتها من مسلحي التنظيم وتحاول أن تمنع التنظيم من أن يتحصن بها أو أن يستغل وجود العائلات والمدنيين فيها لإطالة أمد معركة استعادة المجموعة الطبية بحي الشفاء، والتي تعتبر طبعا ضربة نوعية يتلقاها التنظيم بحكم أن دفاعاته قد انهارت عمليا في هذه المنطقة بدلالة القتال عند أسوار المجموعة الطبية ومصرف الدم وكذلك مشفى الجمهوري بحي الشفاء. الطيران الحربي العراقي نفذ غارات لم تكن بذات الكثافة، والسبب كما هو معلوم سلمى وتأكد الميادين وجود العائلات والمدنيين عند المجموعة الطبية، وكذلك يمكن أن نرصد قبة المسجد الآن، نرصد طبعا رصاص قنص هذا المسجد الذي ترصده الآن كامل الميادين، يعني صعوبة حرب الشوارع عن هذا المسجد هذه المسافة القريبة فيه عدد من العائلات والمدنيين. القوات العراقية تعمل على تأمين عربات مدرعة لنقلهم وأخراجهم بحكم أن الطريق لهذا المسجد مرصود من قبل أحد قناصي داعش، كذلك المجموعة الطبية رصدت الميادين أن القوات العراقية لم تستهدفها بالطيران الحربي بسبب وجود العائلات والمدنيين داخلها. الجبهة الآن عمليا هي ثلاث جبهات، جبهتان في حي الشفاء عبر رتلين من الرد السريع والشرطة الاتحادية، وجبهة جنوب المدينة القديمة لرد مسلحي داعش الذين حاولوا إعادة احتلال الدندان والدواسة في قلب الساحل الأيمن لمدينة الموصل. عبد الله سنكون معك في النشرات المقبلة لمفاتنا بكل جديد من الموصل تحديدا من الأحياء الأخيرة المتبقية، كنت معنا من مشارف الشفاء، شكرا جزيلا لك عبد الله بدران. أكد النائب في البرلمان العراقي مشعان الجبوري أن الوقائع الميدانية تبدلت منذ وصول قوات الحشد الشعبي إلى الحدود العراقية السورية، وأضاف في برنامج حوار الساعة على شاشة الميادين أن الحشد فتح الطريق بين طهران ودمشق عبر العراق وبشكل آمن. اليوم الحشد فتح كوريدور لا يستطيع أحد غلقه، يعني أنت الآن تتكلم عما حققه الحشد، نقطة تحول تاريخية في موضوع الجغرافيا السياسية. هذا الكوريدور يبدأ اليوم من إيران، يمر في ديالى ويأتي من قرب تكريت ويطلع من الحضر يصل إلى سوريا. واليوم القوات الحشد وصلت الحدود السورية، وهي من تقيم الساتر على طول الحدود الممتدة من البوكمال إلى الحدود مع إقليم كردستان. هذا حقق شيء مهم. طبعا للأسف قبل 3 أيام قوات الأمريكية ضربت الحشد ضربات خلينا نسميها انذار
تحذير داخل الأراضي العراقية على الحدود بين العراق وسوريا. عندما طبعا ادعاء القوات الأمريكية والطيران الأمريكي أنه الحشد اندفع في الأرض السورية. هذه المرحلة ما بعدها غير ما قبلها على الوضع العسكري والأمني والسياسي في سوريا. مو طريق واحد، 100 طريق تؤدي إلى الحدود، و100 طريق من الحدود إلى الشام وإلى أين نريد أن نصل. كشف تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر حصلت عليه الميادين أن قتل المدنيين في معارك المدن في كل من اليمن وسوريا والعراق يبلغ 5 أضعاف القتل في غيرها من المعارك الدائرة في هذه البلدان والتي يركز عليها التقرير. ملاك خالد. رأيت مدينتي تحتضر، هذا هو عنوان التقرير الأخير للجنة الدولية للصليب الأحمر. التقرير يلخص 3 أعوام من البحث الذي ركز على أثار الحرب على المدن في كل من سوريا والعراق واليمن، وتظهر نتائجه أن 70% من الخسائر البشرية لهذه الحروب وقعت بين المدنيين. النسبة هائلة، وهي تؤكد الثمن الإنساني الباهظ للمعارك، إضافة إلى تدميرها للمدن على نحو يجعل إمكانية الحياة فيها شبه مستحيلة، ولا سيما مع أثار الحصار على البنى التحتية الأساسية واستخدام المتفجرات في المناطق السكنية. كل جثث الريحة، هاي الخراب، هاي الأنقاض من البيوت، العمارات انقصفت، البيوت انقصفت. All the traumas we see are... أكثر من 90% من الحالات التي تصل إلى المشافي سببها المباشر الحرب. نعالج يوميا 10 حالات من الإصابات المباشرة أو من الشظايا الناتجة من المتفجرات والقنص. أثار الحروب في هذه البلدان الثلاثة تشمل أيضا النزوح الداخلي غير المسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، فوفق التقرير نزح أكثر من 17 مليون يمني وسوري وعراقي من ديارهم، وأمد هذا النزوح مفتوح مع استمرار المعارك بانتظار التوصل إلى حلول سياسية للحروب في هذه البلدان. نحن ماشيين بالليل مثل يوم الحج، شلون هيك واحد مثل يوم الأيام كمان. كل ما يحدث ينتج واقعا اجتماعيا ونفسيا ومعيشيا جديدا، سمته الفقر ونقص الموارد. كان زوجي يشتغل، كان كافي عيالي كل حاجة، والآن مع الحرب دمر كل شيء، دمر كل حاجة، ودحين عنده باسمه حالة زي الحالة النفسية يضرب عياله. كذلك فإن الطريقة التي تدار بها حروب المدن عبر الأطراف المتحاربة تجعل من السكان والبنى التحتية أهدافاً للأعمال العسكرية المباشرة. الرسالة للمتحاربين سواء من الجيوش أو المجموعات المسلحة، هم يعاقبون مجتمعاتهم وأهلهم حين يستهدفون المشافي والمناطق المأهولة وسيارات الإسعاف، هم بذلك يصعبون الحياة على ناسهم وعلى الجميع. التقرير الدولي يشير إلى أن ضراوة المعارك سيتردد صداها لأجيال، وأن هناك إمكانية لأن تتحول هذه المدن التي تمزقها الحروب إلى حاضنات لمزيد من العنف في المستقبل. في مصر بدأت جلسة عامة البرلمان المصري للتصويت النهائي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان قد وافقت على الاتفاقية أو ما يعرف بقضية تيران وصنافير. زهراء ديراني. بالخيانة يتهم هؤلاء الصحفيون كل من تنازل عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير. العشرات منهم تجمعوا في مقر نقابة الصحافة احتجاجا على إقرار اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، ما أدى إلى وقوع صدامات مع الشرطة التي عمدت إلى تفريقهم بالقوة. اتفاقية العار، هكذا وصف المرشح السابق للرئاسة المصرية حمدي صباحي القرار، وأضاف إن التنازل عن الجزيرتين يجري لمصلحة إسرائيل عبر وسيط سعودي. اللي بيحصل النهاردة اتفاقية عار وتفريق تيران وصنافير تذهب إلى إسرائيل عبر وسيط سعودي، لا تذهب إلى السعودية، تذهب إلى إسرائيل عبر وسيط سعودي بقرار أجنبي. هذا ليس أول الاحتجاجات ولا يبدو أنه سيكون الأخير. لم يهدأ الشارع المصري منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز مصر قبل عام.
كل الوثائق والخرائط تثبت مصرية الجزيرتين اللتين احتلتهما إسرائيل خلال العدوان الثلاثي عام 56 وأعادتهما إلى مصر بموجب اتفاقية كامب ديفيد. عشرات الجلسات شهدتها قاعة المحاكم لإثبات مصرية الجزيرتين، آخرها صدر في نهايتها قرار المحكمة الإدارية العليا باعتبار الاتفاقية باطلة. وبرغم من أن قراراتها تعد مبرمة وملزمة للنظام التشريعي، حولت الحكومة المصرية الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية والدستورية التي أقرتها، ثم حولتها بدورها إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لإقرارها أيضا. الأمر الذي عده معارضو التنازل عن الجزيرتين التفافا على القضاء وتجاوزا للدستور وتفريطا بحق شعب وأجيال. ومن العاصمة المصرية القاهرة ينضم إلينا الفقيه القانوني والدستوري وعضو لجنة الدفاع بقضية تيران وسنافير عصام إسلامبولي. أهلا بك سيد عصام. لجنة الدفاع والأمن القومي وافقت الآن، هناك جلسة عامة للبرلمان، إلى أين يتجه الأمر ولماذا كل هذه العجالة ولماذا تعرض الآن، لماذا هذا التوقيت أيضا؟ يعني هو ما يحدث الآن في رأيي جريمة دستورية أو جريمتين. الجريمة الأولى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حسم هذا الأمر بأحكام نهائية وباتة، وبأن هاتين الجزيرتين مصريتين، ورغم هذا فأن هناك إصرار على انتهاك أحكام الدستور وانتهاك الأحكام القضائية. تقصد بأنه المحكمة الإدارية العليا هي حكمت قبل ذلك بمصريتيهما؟ أيوة طبعا، محكمة القضاء الإداري ثم محكمة الإدارة العليا وهي أعلى هيئة في مجلس الدولة أصدرت حكم ملزم لجميع الجهات والسلطات في الدولة، ورغم هذا جرى مخالفة هذه الجريمة، وهذه جريمة. الجريمة الثانية أنه يجري تنازل عن جزء من الأراضي المصرية، وهي جريمة أيضا جرمها الدستور وجرمها القانون. الأمر الآخر، السؤال اللي حضرتك بتقوليه، ليه الإسراع بعد ما الموضوع كان هبط و تم السكون فيه، فلماذا الإسراع؟ أنا أعتقد لسببين، سبب سياسي وسبب قانوني. السبب السياسي أن واضح أنه في اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والرئيس المصري في السعودية، يعني ده جزء من الاتفاق ومن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأنا أعتقد أن هذا تمهيد للقيام بدور ما بين السعودية وإسرائيل لإبرام اتفاق فيما يتعلق بينهما بشأن هذه الجزر. أما الجانب القانوني فلماذا الإسراع؟ لأن أتصور أن المحاولات اللي بذلتها الحكومة لطرح الأمر أمام المحكمة الدستورية في محاولة لخلق تنازع كما يقولون بين أحكام، هذه هتبوء بالفشل. ولما تبين لهم أن النتيجة في المحكمة الدستورية هتقضي بعدم قبول هذه القضية التي طرحوها في المحكمة الدستورية العليا، فقبل أن تصدر المحكمة الدستورية العليا أحكامها سارعوا للانتهاء من هذا الأمر. ولكن يبقى السؤال، هل بهذا الأمر أو بهذا طبعا هو حيتم الموافقة بعد يعني إعداد الأوراق داخل البرلمان على هذا النحو، حيتم الموافقة على هذه الجريمة أو على هذه الاتفاقية، هل هذا حيقفل الباب؟ أبدا. ما يحدث أو ما حدث بالأمس وما حدث اليوم وما سوف يكتمل اليوم وبعد إقرار الاتفاقية، سيتم الطعن على هذه الاتفاقية وعلى الإجراءات التي تمت بشأنها وعلى الجهة التي تولت هذا الأمر وهو البرلمان. سيتم طرح أيضا الطعن على هذا الأمر أمام القضاء، وسيقضى حتما بعدم دستورية إجراء هذه الأمور كلية جملة وتفصيلا. طب إلى أي درجة يمكن الحديث، واسمح لي هنا بهذا السؤال، القضاء أن يكون مستقلا تماما عن كل الضغوطات اليوم، طالما هي القصة السياسية وصفتها القضية بأنه هي خارج مصر، يعني في السعودية وأثناء زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، وبالتالي القضية كبيرة؟ القضية كبيرة أو صغيرة، القضاء لا ينظر إلى هذه الأمور، في النهاية هي قضية ومليئة بالمسائل القانونية. وفي حقيقة الأمر وللتاريخ، الحكم الذي صدر من مجلس الدولة وخاصة حكم المحكمة الإدارية العليا ما صدرش من تلقاء نفسه كده،
ولكن عدى على أو المحكمة كلفت هيئة مفوضي المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بإعداد تقرير، ومن يراجع التقرير الذي تم والحكم الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا أجاب على كل التساؤلات وكل الأمور التي أثيرت والتي ممكن أن تثار جملة وتفصيلا. عشرات الأسئلة أجاب عليها الحكم بشكل واضح ومحدد، سواء من الناحية الفنية أو من ناحية تطبيق القانون الدولي أو تطبيق الدستور أو تطبيق القانون، وبالتالي كل هذه الأمور تم بحثها والبت فيها. وأنا أعتقد الذين من القانونيين يساندون هذا الموقف المتخاذل لم يقرأوا حكم المحكمة الإدارية العليا بشكل دقيق، وأتصور أنه في النهاية هتعود الأمور مرة أخرى وسيصدر حكم ببطلان كل ما تم. شكرا جزيلا لك الفقيه القانوني والدستوري وعضو لجنة الدفاع بقضية تيران وصنافير عصام إسلامبولي. أعلن وزير الخارجية السعودية عادل جبير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن أن بلاده مستعدة لتقديم الإغاثة إلى قطر عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، وأشار إلى أن مقاطعة قطر ليست حصارا بل هي حق سيادي تمارسه السعودية في إجراءاتها ضد الدوحة. ليس هناك حصار على قطر، الموانئ والمطارات القطرية مفتوحة. ما فعلناه هو أننا حرمنا الخطوط الجوية القطرية من استخدام مجالنا الجوي، وهذا حقنا السيادي. بإمكان قطر نقل البضائع إلى الداخل والخارج متى رغبوا في ذلك، لكنهم لا يستطيعون استخدام مياهنا الإقليمية. نحن على استعداد لتزويد قطر بالمواد الغذائية والطبية إذا ما احتاجت إلى ذلك من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة. موقف الجبير أثار استفزاز القطريين، وقد استهلت صحيفة الراية القطرية عددها بعنوان لا يا جبير ما هكذا تستفز الأشقاء، منتقدة اقتراحه أو مقترحه تقديم مساعدات إغاثية لقطر. الصحيفة وصفت الجبير ببذيء اللسان وسيء القول، مذكرة إياه أن قطر ليست بحاجة إلى إغاثة بل هي من تغيث الدول عبر العالم على صغر حجمها، وأن شعبها يعيش الرفاه فيما يعيش الشعب السعودي شظف العيش. وعد الكاتب مقترح الجبير اعترافا بالحصار الذي تمارسه السعودية مع دول خليجية أخرى على قطر في محاولة لتركيعها وسلبها قرارها الوطني، وأن ما تقدم عليه السعودية عبث سياسي لا يورث الأجيال إلا الكراهية والبغضاء. رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني أقر بارتكاب أخطاء في سوريا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قدمت دعما لجماعات خاطئة في سوريا. في سوريا جميعنا ارتكبنا أخطاء، نحن كدول خليج والولايات المتحدة كلنا كنا نعمل عبر غرفتي عمليات، واحدة في الأردن والأخرى في تركيا، وكلنا كنا ندعم ذات المجموعات، ومع الوقت اكتشفنا أن بعض الجماعات تحمل أجندات مختلفة وكنا نعزلها، وكنا عندما نحصل على معلومات نتراجع. أنتم الولايات المتحدة كنتم تقدمون الدعم لجماعات خاطئة وثم توقفتم، لا يعني هذا أننا لم نخطئ، لأننا نعلم أنهم عندما ينتهون من سوريا سيأتون إلينا. حمد بن جاسم آل ثاني قال أن إيران تهز استقرار المنطقة بتدخلاتها في اليمن وسوريا ولبنان، لكنه أكد أن علاقة قطر مع إيران طبيعية. إيران تهز استقرار المنطقة بتدخلاتها في اليمن وسوريا ولبنان، وأنا أقول إنه إذا ما أردنا أن نجابهها، وهنا لا أقصد عسكريا بل بالعقل، يجب أن نكون أذكياء، ونحن في مجلس التعاون لا استراتيجية واضحة لدينا لمواجهة إيران. اتهامنا بدعم إيران مسحة كبيرة، إن كنا حقا ندعم إيران ما كنا لنتحارب معها في سوريا. علاقتنا مع إيران طبيعية، لكننا لسنا في أعلى ترتيب الدولة صاحبة العلاقة الجيدة بها. سفير دولة الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة قال من ناحيته إنه لا يوجد جانب عسكري للخطوات التي اتخذتها دول عربية ضد قطر التي تتهمها تلك الدول بدعم الإرهاب. العتيبة أكد أن الخطوات التي تم اتخاذها ضد قطر لن تؤثر بأي حال من الأحوال على قاعدة العديد أو أي عمليات تدعم القاعدة أو تتعلق بها، مؤكدا أن مطالب محددة ستسلم لقطر عبر أمريكا قريبا
كما كشف عن أن الولايات المتحدة هي من تحد وتحجم الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد قطر. وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو وقبيل زيارة يقوم بها إلى الدوحة اليوم أكد ضرورة معرفة آراء ومقترحات السعودية بخصوص النزاع مع قطر. سأقوم بزيارة قطر وسنتبادل وجهات النظر ونعلمهم بالاجتماعات التي عقدناها، وفي الوقت نفسه من الجيد أن نسمع مقترحات المملكة العربية السعودية ونناقش كيفية المساعدة، وأعتقد أنه سيكون من الجيد عقد هذه المحادثات. ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو عماد الرفاعي رأى أن الأزمة الحالية بين دول الخليج ستؤدي إلى تفكك بعضها. موقف الرفاعي جاء في إطار حديثه إلى برنامج آخر طبعة. مزيد من الأزمات أنا باعتقادي، وهذا سيؤدي إلى تفكك بعض الدول الخليجية، لأن هذه دراسات وهذه مراكز دراسات وأبحاث أمريكية منذ سنوات وضعت سيناريو لكيفية يعني إعادة تقسيم المنطقة، ومن ضمنها بعض دول الخليج. أنا أعتقد هذه بداية تفكك يعني دول الخليج، وهذه خطورة ذلك، ويجب أن أعتقد أنه يدركوا لخطورة هذه الأزمات وانعكاسها على مجمل الوضع في دول الخليج. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. تصاعد أزمة الكوليرا في اليمن وسط عجز دولي عن الإنقاذ. من جديد أهلا بكم. تواصل الحكومة اللبنانية جلستها في قصر بعبدة لبحث مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي اتفقت عليه القوى السياسية اللبنانية والتي ستجري في 6 مايو 2018. رئيس الجمهورية ميشيل عون أكد على أهمية إنجاز قانون للانتخابات الجديد، قانون جديد، مشيرا إلى أن جلسات الحكومة ستبقى مفتوحة حتى إتمام مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، فيما توقع رئيس الحكومة سعد الحريري أن يبقى التمديد لمدة 8 أشهر إضافية أو 10. والمشروع يعتمد النظام النسبي على أساس 15 دائرة انتخابية، كما تنص مسودة الاتفاق على أن تعتمد عملية فرز النتائج على دمج اللوائح وترتيب المرشحين في كل دائرة على أساس الصوت التفضيلي في القضاء، إضافة إلى تخصيص 6 مقاعد للمغتربين من أصل 128 مقعدا برلمانيا في الانتخابات التي تلي الدورة المقبلة. قانون الانتخابات البرلمانية الجديد وصف بالمعقد جدا، ولوحظ بنودا وصيغا عديدة لم تكن موجودة سابقا في أي قانون للانتخابات. عبد الله ظاهر. أهلا بكم. بعد سنوات من الانتظار توافقت القوى السياسية الرئيسية في لبنان على قانون الانتخابات الجديد الذي حظي برضا معظم القوى والأحزاب السياسية المشاركة في السلطة، بالرغم من الانتقادات التي وجهها أكاديميون لهذا القانون بسبب ضبابية العديد من النقاط والبنود الجديدة المدرجة فيه. فما هو هذا الاتفاق السياسي الانتخابي؟ أولا، تم اعتماد لبنان 15 دائرة انتخابية على أساس النظام النسبي. ثانيا، اعتبار الصوت التفضيلي وطنيا لا طائفيا في القضاء. وكما يظهر هنا على الخارطة، فطرابلس حصلت مثلا على 11 نائبا، في جبل لبنان جبيل وكسروان على 8 نواب، في علي والشوف 13 نائبا، صيدا 5 نواب، صور 7 نواب، زحلة 7 نواب، بعلبك والهرمل 10 نواب. القانون الجديد وافق على اعتماد اللائحة الانتخابية غير المكتملة شرط أن تحتوي على مقعد واحد عن كل قضاء، وهي تتحمل مسؤولية خسارة أي مقعد حصلت عليه ولم ترشح عليه من منطلق الحصص الطائفية. المغتربون اللبنانيون سيحظون للمرة الأولى بتمثيل، فبعد 4 سنوات أي عام 2022 تضاف 6 مقاعد للمغتربين، وفي انتخابات عام 2026 تخفض 6 مقاعد من عدد النواب البالغ عددهم 128 نائبا لتضاف إلى حصة المغتربين. في الإصلاحات الانتخابية الجديدة، إنجاز البطاقة الانتخابية الممغنطة والورقة الانتخابية المطبوعة سلفا التي تتيح للمقترعين أن يصوتوا في أماكن سكنهم وعدم التنقل إلى أماكن مراكز القيد، لكن اعتماد البطاقة الممغنطة سيؤخر إجراء الانتخابات 10 أشهر بحسب وزير الداخلية اللبناني.
غير أن هذا القانون الجديد لم يلحظ السماح للعسكريين بالمشاركة في عملية الانتخاب، وأيضا لم يتم التوافق على خفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ولا على الكوتا النيابية النسائية. وتنضم إلينا في الاستوديو مسؤولة التدريب في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات السيدة ديانا البابا، أهلا بك. هذا القانون على ما يبدو وواضح بأنه لا يعجبكم، لديكم تعليق على أكثر من نقاط، لنبدأ بالسلبيات من فضلك. نعم، بالحقيقة هذا القانون فيه عدة سلبيات. هلا نحن بعدنا اليوم بطور دراسته، مثل ما بتعرفي اليوم لا بلشنا نسمع بتسريبات وبعده ما انتقل على مجلس النواب. لعل أبرز مشكلة نحن بنعتبرها بهذا القانون اعتماده ال 15 دائرة بالوقت اللي نحن كنا عم نطالب فيه 20 دائرة على الأقل. نقطة ثانية عدم اعتماد الكوتا النسائية، وهيدي بنعتبرها صفعة كثير كبيرة لناشطين المجتمع المدني ولا النساء بلبنان، لأنه نحن اليوم نحن بنعرف إنه أكثر من 51% من الهيئة الناخبة بلبنان هم من السيدات، فعدم اعتماد كوتا نسائية لهم هذا الشيء كثير سيء. ايضا المشكله كمان بالعتبه الانتخابيه اللي نحن بنعتبرها انه هي عتبه عاليه جدا، بمطارح معينه رح تكون بين 7%، بمطارح معينه رح تكون بين 20%، فهذا بيعتبر يعني هذه بسبب لنا نحن اشكاليه انه اليوم اي مرشح بيصير عنده صعوبه انه هو يطلع يفوز فوق العتبه، وهذا شيء كمان يمكن بيؤدي لتقوية أو ترسيخ الأحزاب القوية أساسا على أنه يسمح لمجال التساوي بين المرشحين، لأنه إذا عم نحكي بمناطق فيها تكون 7% بمناطق فيها تكون 20%، فإذا هناك في عدد تساوي بين المرشحين وصوت الناخب بطريقة تانية. كمان اليوم عم نسمع بشيء اسمه البطاقة الممغنطة، وهيدا نحن عنا تحفظ كتير كبير عليها، لأنه هيدي إذا بدنا نجي نحن نحكي على الممارسة ممكن انه هي تسمح ب كيف بدي اقول لك تصويت اكثر من مره، لا مش تصويت اكثر من مره، ولكن حجز لهيدي البطاقه. يعني نحن اليوم نعتمد على بطاقه الهويه او الباسبور اللبناني، صحيح. وهو بمتناول الجميع، ولكن اليوم طريقه حصول هيدا الناخب على هيدي البطاقه بتطرح علامه استفهام، انه ممكن الواحد ما يعطوا بطاقته وبالتالي ممكن يتعطل من عمليه الاقتراع، ينحرم من انه يقوم باداء الواجب الوطني. مزبوط. هو الانتخاب، علما انه هي بمكان اخر قد تسهل على المواطنين الانتقال من منطقه الى اخرى، من مكان الى اخر. هلا هني رابطينها بالاقتراع بمكان السكن، بس هي فيها ما تكون مربوطه بهيدي الطريقه، يعني فيهم بكل الاحوال انت تيجي تحطي صندوق بقلب كل دائرة وتقولي أنه بهذا الصندوق ممكن يقترعوا الناس اللي مش تابعة لهذه الدائرة. يعني مثلا في دائرة بيروت، نحن بنعرف أنه القاطنين في بيروت هن أغلبهم أو فينا نقول عدد كتير كبير منهم من سكان بيروت، بكل بساطة بيكون في صناديق بهيدي الحاله، هن منهم بيروت لكن سكان بيروت. نعم. من مناطق. صحيح. صحيح. طيب واضح انه هناك سلبيات اكثر من ايجابيات، هل بعد في نقاط بارزه بهمك؟ يعني اذا بدنا نقول نحن كمان بالنسبه لموضوع الصوت التفضيلي على القضاء، واللي نحن كنا بنفضله انه يكون على القليل على صعيد الدائره الانتخابيه، اليوم الصوت التفضيلي بهيدي الحاله اللي هو على صعيد القضاء بصير بيعلي من المنافسه الشديده داخل القضاء، وبتصير الافضليه بتصير للمرشح وليس للائحه، وهيدي نحن عندنا الاشكاليه الاساسيه فيها، انه نحن اليوم هنا قد تدخل الطائفيه فيها. صحيح. صحيح. تلعب الدور وتعزز الطائفيه، وهيدي كمان نحن اللي عم نحاول انه نحن نهرب منها او نحاول انه نحن ما تكون مطبقه بالقانون على القليل الجديد اللي نحن كنا بنتمنى انه يكون قانون عصري ويلبي طموحات الجميع. بس واللافت مع كل، يعني قبل ان ندخل الى هذه النشره كان هناك تصريح ل رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري. نعم. يقول انه هيدا افضل، بما معناه هذا افضل القانون الذي سيتم التوصل اليه، لانه انتقلنا الى حاله جديده ويؤسس ويمهد لمرحله وحاله جديده، يعني هذه نقطه ايجابيه. شوفي هلا قياسا بال60، هلا ايه في اشياء نحن بنعتبرها انه في بالفعل في بعض النقاط اللي هي بنعتبرها جيده، لانه نحن اليوم لما بدنا نقيم اي قانون في له ايجابيات وفي له سلبيات، يعني حاعطيكي مثلا بعض من ايجابيات هذا القانون، غير انه نحن بنعتبر انه منه القانون الامثل، ولكن اعتماد النظام النسبي اللي نحن بكل الاحوال صرنا كجمعيه صرنا اكثر من 10 سنين عم نطالب فيه، اعتماد النظام النسبي ولو انه كنا نحن بنتامل انه يكون على دوائر كبيره، هيدا من احدى الايجابيات.
الوقت عندنا توسيع صلاحيات الهيئه، هيئه الاشراف على الانتخابات، كمان نحن بنعتبرها من الاشياء الجيده، على انه نحن كنا بنتمنى انها تكون هيئه مستقله تماما عن وزاره الداخليه. كمان بهيدي الهيئه وجود احد ممثلين للمجتمع المدني، كمان هذا الشيء نحن بنعتبره من الايجابيات، والهيئه كمان عملها حيكون دائم، كمان هيدي من الاشياء اللي نحن كنا عم نطالب فيها. بس اذا بدنا نقول انه هذا كان افضل الممكن انه هن انهم يوصلوا له، انا بتحفظ على هذا الموضوع. هذا ما قاله السيد بري. وبالمناسبة الشباب الذين وصلوا إلى عمر أو أمرهم 18 لا يمكنهم الاقتراع، لذلك لم يتم تخفيض صندوق الاقتراع، وهذه بحد ذاتها قضية للشباب. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك يا سيدة ديانا البابا على حضورك معنا هنا. كشفت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات بوباء الكوليرا ارتفع إلى 1000، فيما أعلنت منظمة اليونيسف أن عدد المصابين بهذا الوباء بلغ 124,000 شخص، نصفهم من الأطفال. أحمد عبد الرحمن والتفاصيل. وجوه شاحبة وأجسام أنهكتها الكوليرا، أطفال ونساء، مسنون وعجائز، باتت تزدحم بهم أروقة وغرف مستشفيات محافظة الحديدة غرب اليمن. الوالد جبناه من بلاد الطعام، ما حافظة ريمة، المنطقة بعيدة، وكلفنا المشوار ما بلغ، والله وصلنا إلى هنا. مئات الحالات يستقبلها يوميا مستشفي الثورة والعلف في المدينة، مع شح في الإمكانيات وافتقار لمتطلبات مواجهة هذه الجائحة مع تزايد أعداد المصابين وتوافد حالات من محافظات كالمحويت وريمة وحجة لا تتوافر فيها مراكز متخصصة لعلاج الكوليرا. الوضع الصحي فعلا يعني ليس بالوضع الصحيح او الكامل نتيجه لشحه الموارد ايش اقول لك، الامكانيات الصحيه كادويه الى اخرى. زينب متطوعه في الهلال الاحمر اليمني، تحاول مع زميلاتها وزملائها توعيه الناس باسباب الكوليرا لتجنبها. الكوليرا ما زالت مستمره، والوباء منتشر بصوره كبيره جدا، وهالسبب عائد لانه هذا المرض معدي بصوره كبيره جدا، والحالات بتستمر ما بين 400 الى 500 حاله في اليوم، تصل الى 500 حاله، وهذا مؤشر خطير جدا. ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحراره في هذه المحافظه الساحليه وانقطاع الكهرباء المستمر وتوقف العديد من الخدمات بسبب الحرب، تكون احتمالات حدوث كارثة إنسانية بحق مئات الآلاف من المواطنين هنا كبيرة ما لم تحدث المعجزة، ويتدخل العالم ومنظماته الإنسانية للسيطرة على الوباء القاتل. أحمد عبد الرحمن، الميادين. والآن إلى فقرة الاقتصاد وزميلة إليسار كرم. إليسار مرحبا. مرحبا سلمى، شكرا لك. أهلا بكم. رفعت بعض المصارف القطرية أسعار الفائدة على الودائع الدولارية في الوقت الذي تواجه فيه أزمة دبلوماسية حادة مع دول خليجية، ورفعت المصارف القطرية سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة عن المحدد في التعاملات بين البنوك في لندن بهدف تعزيز أرصدة العملات الأجنبية، علما أنه كان قبل الأزمة يبلغ 20 نقطة أساس فقط فوق سعر الليبر. وقعت قطر للبترول وشركة شيل للغاز والطاقة اتفاقا لتطوير البنية التحتية في مواقع استراتيجية في مختلف أرجاء العالم لاستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للشحن البحري بديلا من الوقود النفطي. وسيوفر الغاز الطبيعي المسال وقودا بديلا لقطاع النقل البحري، يساعد على تحقيق أهداف القطاع البيئية والاقتصادية في ظل ارتفاع عدد مالكي ومشغلي السفن الذين يفضلون الغاز المسال على الوقود التقليدي للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة.
دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى مضاعفة جهود مكافحة تغير المناخ بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ. وقالت ميركل إن القرار الأمريكي لن يمنع الملتزمين حماية الأرض من مواصلة جهودهم. المستشارة الألمانية وصفت اتفاق باريس بالركن الأساسي للتعاون في العالم، وطالبت باتخاذ إجراء أكثر حسما في ألمانيا وأوروبا لتوحيد الجهود البيئية التي قالت إنها سوف تعود بالنفع على الإنسانية وتحفز النمو الاقتصادي. توقع خبراء صندوق النقد الدولي بعد الاستعراض السنوي لنمو الاقتصاد الصيني نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 6.7%. وأوضح الخبراء في بيان لهم أن سياسة الدعم وخصوصا القروض الضخمة والاستثمارات الحكومية ساعدت بكين في الحفاظ على نمو متين، وهي قادرة على الحفاظ على نمو قوي بمتوسط 6.5% حتى عام 2020. من ناحية أخرى، تباطأ النشاط الاقتصادي في الصين في النصف الأول من العام الجاري إثر استقرار وتيرة نمو الناتج الصناعي وكذلك مبيعات التجزئة، فيما تراجعت وتيرة نمو الاستثمار العقاري خلال أيار مايو الماضي. وذكر مكتب الإحصاءات الوطني الصيني أن إجمالي الناتج الصناعي سجل نموا سنويا بمعدل 6.5%، وأن مبيعات التجزئة زادت بنسبة 10.7% على أساس سنوي، أما الاستثمار العقاري فنام بوتيرة أبطأ من المعدل وقدرها 8.8%. وافق البنك الدولي على تمويل يصل إلى 500 مليون دولار لأفغانستان بهدف دعم سلسلة برامج تسعى إلى تعزيز الاقتصاد والمساعدة في تحسين الخدمات في 5 مدن عواصم لأقاليم في البلاد. وقال البنك الدولي إن الحزمة تساعد أفغانستان فيما يتعلق باللاجئين وتحسين فرص القطاع الخاص للفقراء وتعزيز تطور 5 مدن وتوسيع شبكة الكهرباء وتحسين الأمن الغذائي وبناء طرق في المناطق الريفية. نكتفي بهذا القدر من الأخبار ونعود من جديد إليك سلمى. إليسار، شكرا جزيلا. حريق ضخم يلتهم برجا سكنيا مؤلفا من 27 طابقا في منطقة لانكاستر ويست غربي لندن، مخلفا 6 قتلى وعشرات الجرحى بحسب فرق الإسعاف في العاصمة البريطانية. سكان منطقة لانكاستر ويست استيقظوا على رائحة دخان حريق هائل. نيران كثيفة غطت جانبي برج غرينفيل المؤلف من 27 طابقا. الحريق بدأ من الطابق 26 ثم امتد لباقي طبقات المبنى، ولم تعرف حتى الآن الأسباب المؤدية لاندلاع النيران في المبنى الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1974. على الفور استدعيت 40 سيارة إطفاء و200 إطفائي للسيطرة على الحريق. السلطات البريطانية استعانت بعدد من الطائرات لإخماده. الحريق تسبب في احتجاز عدد من الأشخاص في الطوابق العليا للبرج السكني. قاطنو العقار أرسلوا إشارات استغاثة عبر هواتفهم أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. كان هناك دخان في كل مكان، وكان هناك أناس يصرخون وأطفال على النوافذ وأناس يضيئون هواتفهم طالبين المساعدة، إلا أن فرق الإطفاء لم تستطع الوصول إلى الطوابق العليا. سمعت أناس يصرخون طالبين المساعدة من الطوابق العليا ويضيئون أنوار هواتفهم، وبعد ذلك توقفوا، لا أدري ما حل بهم، لقد كان حريقا رهيبا. الشرطة البريطانية أكدت أن عددا من الأشخاص يعالج من إصابات خطرة، فيما استغرق إجلاء جميع السكان من البرج ساعات عديدة. والآن إلى الفقرة الرياضية والزميل محمد جادي. محمد، أهلا بك. مرحبا بك سلمى. أهلا بكم. عاد منتخب لبنان من مدينة جهور الماليزية بفوز ثمين على صاحب الأرض ضمن تصفيات كأس آسيا 2019. نجم منتخب الأرز ربيع الطايا قاد بلاده إلى حصد النقاط 3 بتسجيله ثنائية في الدقيقة 80 وفي الوقت البدل من ضائع لتنتهي المباراة لمصلحة الضيوف بهدفين لواحد. بهذا الفوز رفع لبنان رصيده إلى 6 نقاط على رأس المجموعة الثانية، وبالنتيجة نفسها حققت فلسطين فوزا تاريخيا على ضيفتها عمان لترفع رصيدها إلى 6 نقاط في المجموعة الرابعة. السنة 37 مباراة، 7 ملاعب كرة متبرسة خطيرة.
فوز فلسطين يأتي بالتزامن مع توجه الاتحاد الفلسطيني إلى محكمة التحكيم الرياضية. القيمون على الاتحاد الفلسطيني اعترضوا على رفض التصويت على تسوية تسعى إلى الاعتراف بحقوقه في قضية أندية المستوطنات في الضفة الغربية. وبحسب الاتحاد فإن وجود ستة أندية إسرائيلية في الضفة يخالف قوانين فيفا التي تمنع أندية من الاتحادات من اللعب على أراض خارج حدودها من دون ترخيص. المنتخب السوري يحافظ على أمل التأهل إلى كأس العالم بعد فرضه التعادل أمام الصين ضمن تصفية آسيا بهدف لكل طرف. انتهت المواجهة بين الجانبين ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى. سوريا رفعت رصيدها إلى 9 نقاط بفارق 3 عن أوزبكستان الثالثة. المجموعة نفسها شهدت مفاجأة بفوز قطر على كوريا الجنوبية ب3-2 لتخلص النتيجة المنتخب العماني من المركز العنبي من المركز الأخير ليرتقي إلى المركز الخامس ب7 نقاط. استقالة المدرب فوساتي من المنتخب القطري ليس لها أي علاقة بالأوضاع السياسية الحالية. المدرب الأوروغوياني أعلن ترك مهماته بعد دقائق معدودة من فوز العنابي المفاجئ على كوريا الجنوبية ضمن تصفيات المونديال. أما رئيس الاتحاد القطري حمد بن خليفة فقال إنه فوجئ باستقالة فوساتي. الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب الأولمبي سيحل بدلا منه مؤقتا. الدوري الإنجليزي ينطلق في 12 أغسطس ورابطة المحترفين تعلن جدول المباريات. تشيلسي سيبدأ رحلة الدفاع عن لقبه على أرضه أمام بيرنلي. مانشستر سيتي سيسافر للعب في ضيافة برايتون أمام ألبيون الوافد الجديد. أما جارها اليونايتد فيلعب مع وستهام يونايتد. ليفربول يلتقي واتفورد بينما ستكون أبرز مباريات الأسبوع الأول بين أرسنال وضيفه ليستر سيتي. وسيبدأ إيفرتون مشواره على أرضه أمام ستوك سيتي فيما يسافر توتنهام للعب في ضيافة نيوكاسل يونايتد العائد إلى الدوري الممتاز. ويلعب هادرسفيلد مباراته الأولى في دوري الأضواء بعد غياب ل45 عاما في ضيافة كريستال بالاس. وفي الجولة الأولى أيضا يلعب سوانسي في ضيافة ساوثهامبتون بينما يستضيف ويست برومتش ألبيون منافسه بورنموث. بعشرة لاعبين حققت فرنسا فوزها الودي على ضيفتها انجلترا ب3-2. اللاعبون وقفوا دقيقة صمت حزنا على ضحايا تفجيري مانشستر ولندن. مقطوعة موسيقية خاصة رافقت دخول اللاعبين أرض الملعب بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة الإنجليزية تيريزا ماي. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية. نشكر لكم حسن المتابعة. أعود إليك سلمى مجددا. وشكرا لك محمد. إلى العناوين. الجيش السوري يتقدم في عمق البادية ووسائل إعلام تكشف عن نشر واشنطن صواريخ بعيدة المدى جنوب سوريا. القوات العراقية تحبط هجوما كبيرا لداعش جنوب الموصل وتستهدف مواقع التنظيم في الشفاء. لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري توافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واحتجاجات رافضة لذلك. إعلان الجبير استعداد السعودية لتقديم الإغاثة للدوحة يستفز القطريين ووسائل إعلام قطرية تدعوه إلى الخجل. مشروع قانون جديد للانتخابات في لبنان ووزير الإعلام يعلن أنها ستجري في 6 أيار مايو من العام المقبل. مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات بحريق هائل التهم برجا سكنيا غربي لندن. والمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة مواقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية وكذلك الإسبانية. إلى اللقاء.